السلام عليكم ورحمة الله أيها الرائعون أيتها الرائعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سؤال الحلقة، وقبل ما نقول سؤال الحلقة وندخل في قدم الموضوع جمجموا ولا تخمموا، سؤال الحلقة يقول: الحرارة مرتفعة في كل ربوع المملكة تقريبا، أليس كذلك؟ بلى وهو كذلك. البيض وصل 30 ريال، الدجاج 25 درهم 26 درهم للكيلو الحي، مصيبة لم تسبق يعني في التاريخ. ولهذا السؤال، واش الله يجازيكم بخير جميعا مشاهدينا الكرام والحاضر يبلغ الغايب، واش ما متأكدينش لا حنا ولا نتوما، خصنا غير العزيمة، إلى قطعنا البيض بالله راه غادي يطيح في الثمن وغادي يرجع مع هذه الحرارة في ظرف واحد الأسبوع حتى جوج سيمانات غادي يولي 16 ريال بمعنى 80 فرانك ولا لا ربما أقل كاع. إلى كل شيء دار العزيمة وقال اللهم إن هذا منكر، هذا الشيء كيربحوا منه موالي الكوارة الكبار واللي مخدمينهم واللي دايرين لهم الكوارة بسمياتهم، والدجاج الحي ب 26 25 درهم، وعمرها ما كانت الناس لدرجة أنه يعني صافي تزيزنوا. واش إلا وقعت هذه المقاطعة هذه وبكل جدية غادي يوصلنا 10 دراهم الدجاج ولا لا؟ نكونوا كاملين رجال وعيالات يد وحده ونشوفوا اشنو الراي ديالكم. سؤال الحلقه، اشنو الراي ديالكم وشكون اللي متضرر؟ واش نتوما مشاهدينا الكرام عادي تشري الدجاج الحي ب 25 درهم والبيضه ب 30 ريال؟ قد قد البيضه ديال بنقوب ولا ديال الحنش؟ ما علينا، ندخلوا في الحلقه ديالنا. من بعد 12 عام سوريا غادة ترجع قال لك رسميا الى الجامعة العربية، وانا غير البارح قلت والله واخا يقولها الجن والانس لن اوافق سوريا برئاسة النظام النصيري وعلى رأسه بشار الفار. الجرائم اللي داروا فهي لا تعد ولا تحصى، ما عندناش الوقت نعددوها دابا. بمعنى الإرهابي الأول في القرن 21 هو شكون؟ هو بشار الأسد، وطبعا هو مجرد عميل وخادم لولاية الفقيه للمجوس في إيران، وطبعا المساند الرسمي هو النظام الكرغولي، وطبعا هناك أجنحة أخرى، الحوثي في اليمن ونصر الشيطان في لبنان. واضح ضحايا بالملايين، أي أحد ما يمكنش يعطيهم الشرعية، أي أحد كيفما كان نوعه في العالم. إذا من بعد غياب اللي طال سنوات رجعت سوريا قال لك إلى الحضن العربي، بحضنك يا ماما اعملني في حضنك. والله إلا مهزلة. اجتماع استثنائي عقدوا المجلس ديال الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، وخا هي هذه غير أسماء، المجلس العربي الجامعة العربية، والله إلا غير لكم الله معشر العباد. علنات الجامعة ديال الدول العربية في بيان رسمي، وهادشي غير اليوم وغير قبيلة، قالت بلي راها اتخذت قرار باستعادة سوريا عضويتها. وملي كنقولوا سوريا دائما راه كنقولوا النظام، أما الشعب السوري له منا كل احترام والتقدير، والله يكون معاهم والله يعوضهم، لأن داكشي اللي داز عليهم راه صعيب بزاف. ما علينا، العضوية قال لك غادا ترجع ديال سوريا وغيستأنفوا المشاركة ديالها في الاجتماعات ديال مجلس الجامعة اعتبارا من اليوم. يا سلام، والله من أسوأ الأخبار اللي سمعت في هذه السنة. طبعا أنا مجرد واحد، الرأي ديالي كيبقى غير الرأي، كاين طبعا الناس في حالي بزاف في العالم، وأنا كنظن الأغلبية الساحقة إلا أصحاب المصالح. بالنسبة للمغرب وافق بوساطة سعودية إماراتية، شوفوا السياسة كي دايرة، السعودية وإيران قالك حتى هما ولاو، الإمارات حتى هي دابا بوساطة إماراتية سعودية، المغرب حتى هو وافق على سوريا، ولكن المغرب كان حاط الشروط ديالو بمعنى عدم الاعتراف بالبوليزاريو بالنسبة للنظام الأسدي أو النظام السوري النصيري. ولكن هنا غنطرحوا أسئلة بكل صراحة وبدون نظارات شمسية، واخا هي سوريا تقول لك لا انا ما معترفش بالبوليزاريو والقضيه، ولكن هي خصها اللي اعترف بها اصلا، هي اصلا سوريا غير معترف بها، ولو اعترف بها ايا كان لان عندها جنايات سماويه وارضيه الى صح التعبير.
زيد سوريا هي اصلا تابعه لمن؟ تابعه للمجوس، اليس كذلك؟ نكون واضحين بلا ما نتقلق بلا والو. الجواب هو نعم بنسبه كم؟ 100%. زيد شكون هو اللي صوب ليها الامور هكا ودخلها شويه بشويه ولمعها شويه بشويه ومسح ليها الخنونه شويه بشويه؟ شكون؟ ولاد المليون ونصف مليون عبيط، هادو النظام الكرغولي، اليس كذلك؟ اي نعم. يعني توصيه مجوسيه تنفيذ للسيناريو كرغولي، الناس الاخرين يعني السعوديه و كلها ومصالحه، لان ايران ولات مع السعوديه، ها هما جابوها رويدا رويدا وهي رجعت. شكون اللي رجع؟ النظام اللي ارتكب ما لم ترتكبه اي دوله عربيه واسلاميه في تاريخ البشريه، واللي عنده العكس مرحبا. اذا شنو اللي دارت سوريا؟ واش ردت الحقوق الى اهلها؟ واش عوضات الملايين ديال القتلى والمشردين عبر العالم؟ واش اعترفت مباشرة بالله الصحراء المغربية على الأقل نسمعوها هكاك جهارا؟ طبعا المغرب ما يقدرش يخرج ويدير يعني العصا في الرويدة، ضروري خصو يمشي مع الموجة، ولكن اللي فراس الجمل راه فراس الجمالة. من طبيعة الحال الدبلوماسية المغربية تعلم يقينا أن سوريا مع المجوس ومع الكراغلة، وهذا حليف والله مهما كانت الظروف، أقول ومهما تغيرت الأحوال لن نكون بأفضل حال مع هؤلاء، لأن المشكل أكثر مما هو يعني جورة ولا مسألة عقيدة، مسألة اختلاف في الهوية، مسألة اختلاف يعني في التاريخ، مسألة حسد وغيرة، مسألة يعني واحد اللي هو جاي غير من قاع الزبالة حاشاكم مع واحد اللي هو جاي من عمق التاريخ، ها بآبائه وأمهاته وأجداده. فدائما كتلقى هذاك اللي جاي من الزبالة وخا تعطيه اللي عطيتيه دائما كيشوف فيك أفضل منه، دائما الغيرة والحسد كتكون قاتله، ولهذا لا يؤمن جانبه البتة. موضوع خفيف ظريف للنقاش وخاص بكم نتوما المغاربة، وبغيتكم تصنتوا مزيان باش تردوا عليا أنا. والله إلا التعاليق ديالكم كنستافد منها بزاف، طبعا كتلقى أحيانا تتضارب الآراء ولكن لا بأس، كنشوفوا الأغلبية ديال الناس والتوجهات ديالهم فين غادية. إسرائيل دولة وشعب حليف طبعا أفضل مليون مرة من دول تدعي الأخوة والعروبة والإسلام. هناك كثير من الدول المارقة المنافقة الغدارة اللي هي تحيك لك كل المكائد والدسائس ليلا ونهارا، أليس كذلك؟ الجواب الله يخليكم. إذا ضروري خاصنا نعودوا البرمجة ديال العقول ديالنا، توجهات الأفكار، ونشوفوا المنطق والحقيقة والواقع فين كاين. خاصنا كشعب أولا نعرفوا شكون هما الأصدقاء ديالنا، الحلفاء ديالنا، وعلى الدولة إعادة النظر في علاقاتها الدولية مع الدول الحليفة، لأن ما يجيش واحد يقول لك لا الجورة، لا الجورة ما كاينش، لا احنا كمسلمين، لا والله إلا كنضحكوا على راسنا. يا أمة قد ضحكت وسخرت من جهلها الأمم. كم دولة تعادي المغرب؟ نبداو بالدول العربية اللي من المفروض تكون قريبة لنا ونكونوا يعني دايرين الدراع على الدراع. الجزائر شعبا وحكومة منذ إنشاء دولة اسمها الجزائر من سنة 62، هل رأيتم فيهم خيرا منذ ذلك الوقت والمعارك التي حصلت مرورا بالمسيرة الخضراء وتبعتها المسيرة الكحلاء انتقاما منا لأننا دخلنا صحراءنا وحررناها من يد الإسبان، أليس كذلك؟ ثم هلم جرى الحرب مع البوليزاريو، نعم بدعم وتمويل كامل من الجزائر وبعض الدول المنافقة المارقة التي خسف الله بها، أليس كذلك؟ أي نعم وهو كذلك. نمشي والموريطانيا المواقف ديالها دائما غامضة، مواقف ضبابية، حركات وتصرفات حربائية تتلون كل مرة بلون لصالحها ولمصلحتها فقط، أليس كذلك؟ مع كامل احتراماتنا للشعب الموريطاني والشعب التونسي، طبعا تونس ولاية جزائرية كما أعلنوا حسب قولهم أولئك الكراغلة.
هي الاخت الصغرى، كيقول لك الاخت الصغرى ديال الجزائر، اختك الصغيره، بمعنى خصها تدخل قبل 6 ديال العشيه تكون في الدار وتشوفها فين مشات ومع من مشات ومع من جات وشنو في جيبها وشنو في ساكها ها وشنو الى اخره ومع من اتصلت والى جاها الميساج، هو الاخر خصك تشوف من عند من جا الميساج، لان الاخت الصغرى خصها تكون تحت الوصايه. اذا غنمشيو مباشره لليبيا. ليبيا، وعن اي ليبيا سنتكلم؟ واش ليبيا الكونفدرالية المقسمة المهشمة شرق غرب شمال جنوب؟ هذا جنرال من هنا وقائد من هنا زعيم من هنا تخربيقة من هنا ها، وما الله بظلام للعبيد. اي نعم نعم، غتهضر تمشي لمصر. مصر كشعب يحبوننا ونحبهم، يعني في العموم او لا، المصريين ناس اللي هما مزيان، نكن لهم كل الاحترام، وكذلك هم حتى المواقف ديالهم مشرفة مع الشعب المغربي عموما، لكن النظام المصري، ونحاول نكون واضحين ولو غير دقيقة في حياتنا، النظام العسكري المصري الموقف دياله غير واضح تماما، ولهذا الأنظمة العسكرية الدكتاتورية كتشوف فين كاين المصلحة ديالها، ولو شفتيها معانا أحيانا غير استفزازا لنظام آخر لأنهم يرون المصلحة ديالهم تما، ولكن قد تتغير الأحوال في أي وقت حسب المصالح. هكذا هي الأنظمة العسكرية الدكتاتورية في الغالب، ولا أستثني أحدا حتى أكون يعني أكثر وضوحا. آخر اجتماع عسكري في الجزائر يلا يمتهي البارح مع البوليزاريو جالسين، وكما كتشوفوا الراية ديال ليبيا والجزائر والبوليزاريو ومصر، عرفت كاين مقالات اللي قال لك وقعت مصر وليبيا في الفخ. لا، انت اللي وقع في الفخ، ما تضحكش على راسك، اسوأ شيء وضحك على راسك. كاينين مريحين ربعه بيوم وراية الراية، واش معروفة راية البوليزاريو مسروقة من الراية ديال فلسطين ودايرين عليها ذاك الزبلة هكا، وفهمتيني يعني بخرقة وسخة معلقة قدامك، وانت كقائد عسكري ولا كشكون ما بغيتي تكون، فأنت تعلم لا الليبي ولا المصري ما نضحكوش على ريوسنا. لا خير في الأنظمة العسكرية، والتاريخ خير شاهد، رفعوا شعارات ألهبوا بها مشاعر الناس، غالبا الناس اليوم مساكن يعني همج الرعاه في أرض الواقع، كرسوا لكل ما هو عكس ما تحمله الشعارات، بحال الآن فلسطين ظالمة ومظلومة ديال الكراغلة. فبالتالي ملي كنشوفوا احنا غير الأكاذيب، ولو كنا لا نعتقد بعض الأشياء 100%، ولكن ضدا فيهم نقول أحيانا أشياء. نعم، تحيا إسرائيل ضدا في الكراغلة، تحيا إسرائيل ضدا في المنافقين العرب أصحاب الشعارات أصحاب المصالح الذين هلكوا البلاد والعباد. وفعل النظام الأسدي ديال بشار الأسد ما لم تفعله أي طائفة أو ديانة أو نظام منذ 3000 سنة. إذا تكلمنا على اليهود والمسلمين، احتج النظام الإيراني السوري الجزائري بحماية روسيا ففعلوا ما فعلوا، واليوم غتردوا لي قال لك النظام السوري رجع للجامعة العربية. يا ويلكم يا أمة قد قهقهت عليها كل الأمم، النظام العسكري يسبح في الماء العكر، وحاول توريط دول الجوار في معاداة المغرب، ألا تمرقون ألا تحشمون، يسبح في الماء العكر، حاول توريط. لا المصري ولا اللي بيخصهم ما يقعدوش، لا تقعدوا معهم حتى تحيد الخرقة وينوض هذاك الحمار، كتقول لي شكون انت؟ انت ديال البوليزاريو ونوض الحمار اش كدير هنا؟ اولا الدور في هذاك الجزائري اللي عرض عليكم هذاك الشنقاري ولا تقول لي شنو هادشي ديال الدريسوار؟ مباشرة لقد قدموا ممثل البوليزاريو كمسؤول في الوقت الذي لا تعترف به الجامعة العربية ولا البرلمان العربي. نعم هو مخلوق وهمي، الجزائر حطوه تما، ولكن هاد أصحاب المصالح مصر وليبيا موقعوش ضحية بحال اللي كتقول بعض المقالات، ها وقع ضحية مناورات بائسة للنظام الجزائري. لا لا، هما كيلعبوا لعبة وسخة، لأنهم هم أصلا كيف ما كتشوفوا يعني ما عندهمش لوجة علاش يحشموا، جايبين واحد الوسخ وهمي تابع لواحد الجمهورية ديال الدرك. شنو جمهورية ديال الله وعلم
هكاك عايشين في الوهم ومعايشين الشعب ديالهم كامل في الوهم تقريبا 50 سنة وهم في الجوع والنوع والقرقوبي والعذاب الآليم وما كاينه غير ها ما كاينه بلا ما ندخل في ذاك الموضوع الله يخليكم بلا ما ندخل في ذاك الموضوع الناس كيبيعوا ريوسهم باش كيولدوا في الزناقي وهادشي هذا راه بلا هادشي راه سمعتوا شمس الدين الجزائري ولاو بكثرة الجوع والفقر والجهل والتكلاخ ولاو كيعطيو ريوسهم للشينوا والكوريين وكتلقاهم فهمتي بحال المشاشي مزلعين في الزناقي. خليونا صاحبي ساكت. الهدف ديال النظام العسكري الكرغولي من اجتماع هؤلاء الحثالة هي فقط باش يديروا هاد الصورة هادي وباش زعما يبينوا على ان ها انتم راه حنا راه هادو راه موافقين عليهم ومصادقين عليهم. ها انتم شوفوا معايا ولد عكيكي قال لك ممثل حركه البوليزاريو الارهابيه الانفصاليه مرياح قدام الضابط سامي ممثل قياده اركان الجيش المصري مريحين. واش انت مريح القرد حدا الحمار ها زعما ما غيسولوش شكون هذا القرد كلشي في حديقه حيوان مصغره ما يقوليش راه بطبيعه الحال عارفين بعضهم وعارفين الموقف ديالنا وعارفين على اننا سنستفز. هادو راه ماشي قاعدين في الحمام هكا كيضربوا الكياسه ها ولا قاعدين عام سيدي كيضربوا سايكوك في الزنقه. هادو راه سياسيين عسكريين عارفين الطبخه كلها كيفاش دايره في البلاد. الشنقريحه قال لك ناشط قال لك واحد الليله بيت هاد التصويره معنقها قدامه قال لكم رياع وكيضحك قال لك ها انتم اش راه المراك اليوم ما يديهمش الناس. حنا والله قضيتنا نكفروا بكم كاملين ونبقوا مؤمنين بقضيتنا الصحراء الغربية والشرقية مغربيتين ولو كاع يجي معاكم كاع فهمتيني ولا لا المخير فيكم بحال اللي عندنا حنا هاد المجموعة هادو اللي كتعرفوا ديال الفساد والمفسدين ضروري ما كاين أصحاب المصالح موالي الكراطة وموالينا هادو ديال المبدعين هاد الجماعة المبدعين هكاك في الجامعة العربية جماعة المبدعين وهكاك في الأنظمة العسكرية جماعة المبدعين مبدعين في السرقة والنهب والفساد مبدعين في تجويع وتفقير الناس. وأظن يعني حتى باش ما نتنرفوش كنظن أنه كالعادة هاد الفرحة هادي ما غتطولش لا عند الصنادلية الصعاليك ولا عند هؤلاء البوالة العجزة هاد يعني بصخت الوالدين والله إلا السمية يعني يا ابناء اللقطاء ما بقيناش كنلقاو لهم كاع شي سمية. فطبعا ما غطولش هاد الفكرة أو هاد الفرحة عفوا لأن أكيد خص وزارتي الخارجية المصرية ولا الليبية خصهم يخرجوا ويوضحوا ويخرجوا باعتذار. احنا في انتظار الاعتذار احنا في ماذا؟ احنا في انتظار الاعتذار. هكاك إذن نظام العسكر عدو شمال افريقيا بحال هاد صوره الوهم اللي هضرنا عليها دابا وقلنا الشنقريحه يعني فهمتيني يعني فرحان بها. نبقاو في الصوره شوفوا معايا اليوم اوراس مجله اوراس الجزائريه يوتيوبر سوريان يعني شي يوتيوبر من سوريا يثيران غضب الجزائريين بسبب التقاليد زعما بحال هاد السوريين هادو يوتيوبرز لابسين لباس تقليدي جزائري وتاروز عمال حفيظة ديال الجزائريين يا ولد اللبروخة يا الأوراس ولا البلاد ولا غيركم راه على من كتضحكوا علاش كنقول لكم أنا قبل قليل إخواني وأخواتي والله يعيشون الوهم يوتيوبرز قال لك سوريين كي لابسين لباس هذاك لباس مغربي قح هذاك لباس تقليدي مغربي. نتكلم هنا عن القفطان المغربي الأصيل الذي يشهد له العالم ويشهد له التاريخ والصور كذلك التي تعود إلى أكثر من قرن أو قرنين. إذن كنت حدا وحنا دائما أبناء يعني وأحفاد أم حسن يعني بما تحمله الكلمة من معنى يوجهنا أي كرغولي يجيب لنا مو ولا جداتو لبسات هاد القفطان هذا او التكشيطه في العرس ديالها. يلا تحدي قائم تحدي المليون دولار. يلا واخا عندي غير جوج ديال المليون دولار غنشد النص ديال فلوسي ونحطو معاكم في التحدي. يلا يعني مليار سنتيم مغربي. يلا هاد التحدي يلا ابوني في يلا الشنقريحه يلا شكون هذا الدراجي يلا جيب لي تصويرة امك ولا جداتك لابسة تكشيطة في العرس ديالها. يا كانوا تصاور عادي لاباري كانت كتصور وكذا عادي يلا جيبوا لنا تصاور ديال امواتكم وجداتكم. ابدا لن تستطيعوا المليون ديال الدولار اللي هو المليار ها هو محطوط ها هو مستور هنايا.
اسمح لي يا ربي. ها هو مستور كلمك في حل عادة الكلمة اللي قلنا لي شي حاجة ياخدها، ولكن وريونا التصويرة الأولى عاد نهضروا. تتوالى دائما الخنشالة ديالهم والعداء ديالهم لينا، كيف ما كتشوفوا يعني هذا الاجتماع العسكري ولا هاد محاولة التخنشيل ديال التراث ولا التاريخ ولا الهوية ولا 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 ولا. فهذا إذا ما دل على شيء فإنما يدل على كلام الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، من اللي قال لا نريد من العالم أن يعترف بصحرائنا المغربية، ولكن نريد من العالم ماذا؟ أن يعرف مع من حشرنا الله في الجوار. الله يرحمه ويوسع عليه. عليكم أن تعلموا أننا لن نتنازل قيد أنملة عن صحرائنا سواء الغربية أو الشرقية. السلام عليكم. عليهم أن يعلموا أننا لن نساوم أبدا في صحرائنا. عليهم أن يعلموا أننا لن نتنازل بقيد أنملة، لأنه غد تكون أكبر خيانة أننا نحن نتفاوضوا أو نتساوموا مع الناس أو يمكننا نقلبوا على حلول اللي غير مشروعة، وولادنا وديولنا تيموتوا في واحد الوقت اللي ما عارفينش بأنهم تيموتوا على ولو